حنا ما نعرفك وانت عليك قود ستقتل. وقفوا الناس يناظرون، ما حد يعرف الرجال، ليس من اهل المدينة. قال لا احد يكفلك. فالتفت رجل قال الا يكفلني منكم احد؟ فقام ابو ذر رضي الله عنه قال انا يا امير المؤمنين اكفل الرجال هذا. قال له عمر تعرفه؟ قال ما اعرفه. قال تعرف كفالتك له اذا لم يرجع؟ قال اعرف، اذا ما رجع قصيت راسي انا. قال اذهب. اطلقوا الرجال وجلسوا ينتظرون الليلة الاولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة. الناس حاطة يدينها على قلوبها خايف على ابو ذر. فلما وقف عند مكان تنفيذ القصاص وقبل غروب الشمس قال عمر قربوه، يعني خلاص. فلما دنت الشمس من الغروب فاذا بالرجل يقبل عليهم يركض. فلما جاء قال له عمر ما الذي ارجعك وقد كان بامكانك ان تفر تنحاش؟ قال يا امير المؤمنين خشيت الا اعود فيقال ذهب الوفاء في الناس. قال عمر يا ابا ذر ما الذي جعلك تضمن تكفل رجل لا تعرفه وربما يكون القصاص على رقبتك؟ قال يا امير المؤمنين خشيت ان يقال قلت المروءة في الناس. فشاف الولد اللي مقتول ابوه صاحب الدم الموقفين فقال يا امير المؤمنين تنازلت لوجه الله. قال له عمر ليش؟ ما الذي دفعك على هذا؟ قال خشيت ان يقال ذهب العفو والعطاء والكرم في الناس. اذا بقيت قيم الناس بقي الخير وانتشر الخير. ولذلك احرصوا، اختم بامرين اثنين، انشروا القيم بين الناس، وانصح عيالي وشبابنا احذروا من الخوض في الفتنة والدخول فيما يخالف تثبيت القيم، لا في تويتر ولا في الكتابات ولا في المجالات السياسية ولا في الدخول في النيات، تجنبوا ذلك كله. واسألوا الله أن يجمع كلمة الأمة على لا إله إلا الله.